بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 67 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بالنسبة لحفظ القرآن في مقتبل العمر، فقد حفظت ومن الله علينا القرآن كاملا، ثم بدأ يتفلت مني الآن ولا أحفظ منه في عمري هذا إلا القليل، فهل آثم بترك القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا تأثم بنسيان ما حفظته من القرآن، ولكن تكون قد خسرت خسارة عظيمة، وبإمكانك معاودة الحفظ والاستدراك، هذا بإمكانك، فاحرص على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز للإنسان إذا سمع أذان الفجر في رمضان أو غيره وهو صائم أن يشرب والمؤذن يؤذن؟ إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر فلا يجوز له أن يأكل ولا أن يشرب، قوله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، لأنه يؤذن على طلوع الفجر، فإذا شرع المؤذن فقد طلع الفجر فلا يأكل ولا يشرب. نعم. أخت سائلة أرسلت بسؤال تقول: فضيلة الشيخ، ما الأسباب المعينة على صلاح أبنائي وبناتي؟ فأنا أريد أن يكونوا أعضاء نافعين. تربية، أعظم الأسباب التربية الصالحة والتربية الحسنة. إذا بلغوا سن السابعة أن تأمريهم بالصلاة، تعلميهم الطهارة والوضوء، تلقنيهم ما تيسر من القرآن، حفظيهم ما تيسر من الأحاديث، كفهم عن ما يخل بتربيتهم، عدم وجود شيء يصرفهم عن الاتجاه الصحيح من سماع الأغاني أو النظر في الشاشات والتمثيليات الهابطة والمشاهد فاسدة، عليها أن تراعيهم لأنهم رعيته. نعم. هذا استفتي منكم فضيلة الشيخ ويرجو التوجيه، يقول: يصور بعض الناس في وقتنا الحاضر مع كثرة الجوالات الحوادث والمواقف سواء الجيدة أو غير جيدة، وينقلها عبر الجوال لزملائه وليقوم الناس بمشاهدتها، هل يجوز ذلك شيخ صالح؟ الجوال إنما هو للمكالمات، وأما أنه يتخذ وسيلة تصوير، تصوير حرام، تصوير ذوات الأرواح من الآدميين والبهائم وغير ذلك، هذا محرم شديد التحريم، لا يجوز إلا لضرورة، لضرورة يجوز، للضرورة لما اضطررتم إليه، أما التصوير للهواية أو للذكريات أو لإطلاع الناس على ذلك والتفرج عليه وصور ذوات أرواح، هذا محرم ولا يجوز هذا العمل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الشيخ هذا السائل: ما موقف المسلم إذا كان له جار مؤذي والجار الآخر صابر ومحتسب، هل يؤجر على صبره على هذا الجار المؤذي؟ نعم، يصبر على أذاه، ولا أن الجار له حق، ولو أساء إليك لا يسقط حقه عليك، عليك بالصبر مع مناصحته، لأنه ربما يكون ما درى أو يكون غافلا عما يحصل، أنت تنبهه على ذلك. نعم. يسأل هذا السائل عن رسالة المسجد في الإسلام، ما أبرزها فضيلة الشيخ؟ يعني مهمة المسجد في الإسلام. نعم. نعم. أبرزها إقامة صلاة الجماعة فيها، صلاة الجمعة والجماعة، ومنها أيضا الاعتكاف فيها لطاعة الله وانتظار الصلاة، ومنها طلب العلم فيها، حضور الدروس وحضور المحاضرات الطيبة وحضور الدروس المفيدة. المساجد هي بيوت العبادة بأنواعها. نعم. جزاكم الله خيرا. كل قرض جر نفعا
فهو ربا. ما معنى هذا وما مثاله؟ وهل يدخل في ذلك ما نسميه بالجمعية بين الزملاء في الوظيفة؟ كل قرض جر نفع فهو ربا، هذا حديث وإن كان بسنده مقال، لكن أجمع العلماء على معناه، على صحة معناه، أجمعوا على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. والقرض هو أن تعطي شخصا مالا ينتفع به ويسد به حاجته ثم يرده إليك، هذا هو القرض، ولك في ذلك الأجر، هذا يسمى بالقرض الحسن. أما من يقرض الناس لأجل الفائدة، لأجل الاستثمار، لأجل الانتفاع من عندهم، سكن بيت، ركوب سيارة أو غير ذلك، كله معروف عليهم يستغله، فهذا لا يجوز، هذا حرام وربا. ربا ولو لم يكن مالا، ولو كان منفعة يكون ربا، لا يجوز هذا. ومنهما الجمعية بين الموظفين، أنا أرى أنها من هذا، لأنها جرت نفعة، لأنك تقرض زملائك لأجل أن تأخذ القرض أنت إذا جاءك الدور، هو قرض جر نفعة، وأيضا هو قرض مشروط في قرض، هو بمعنى بيعتين في بيعة المنهي عنه. نعم. بس يحتجون الشيخ صالح يقولون بأن هذا المبلغ لا يزيد، يزيد المنفعة، أن تنتفع، قلنا إن الزيادة هي المنفعة ولو لم تكن مالا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول إذا اتبعت الجنازة إلى المقبرة يا شيخ وجلست في السيارة، سواء كانت السيارة داخل سور المقبرة أو خارج، فإذا تم دفن الجنازة حضرت للدعاء للميت، فهل فعلي هذا يعد ممن شهد الجنازة ونال الثواب والاتباع؟ إذا كان هذا لحاجة، لأنك لا تستطيع الوقوف بالشمس أو لا تستطيع الوقوف الطويل لكبر أو مرض، فلا بأس بذلك. وإذا وقفت على القبر ودعوت له فقد فعلت بعض ما يشرع، فعلت بعض ما يشرع، ولك أجره عند الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ، امرأة أسلمت ولله الحمد حديثا، ونريد أن نعلمها قراءة الفاتحة ونقوم بتحفيظها حتى تقرأ الفاتحة في صلاتها، فنكتب لها هذه الفاتحة بلغتها لأجل أن يسهل عليها تعلم النطق بالعربية. لا يجوز ترجمة ألفاظ القرآن، حرام هذا، إنما يترجم تفسيره، يترجم تفسيره، لكن من أسلمت إنها تعلم اللغة العربية، ثم إذا استطاعت النطق بالعربية تعلم سورة الفاتحة. والحمد لله الآن هناك جمعيات الجاليات، عندهم الاستعداد للتعليم، عندهم الكتب، عندهم الإرشادات، تذهبون بها إليهم وهم يعملون الواجب معها مثل غيرها. نعم. هذا يسأل يا شيخ، يقول هل مسك القرآن الكريم أثناء القراءة باليد اليسرى شيء؟ وإذا كان ما في شيء وأنكر علي بعض الناس ماذا أقول له؟ نعم، المستحب والأفضل أن تأخذ القرآن يدك اليمنى إلا لعذر، إذا كان عندك عذر ما تستطيع أن تحرك اليمنى أو اليمنى مقطوعة وما أشبه ذلك، تأخذه باليد اليسرى. نعم. يقول يا شيخ، أنا بدأت العمل ولم أتسلم الراتب إلا بعد 6 أشهر، فمتى يبدأ عندي الحول للزكاة؟ هل هو من وقت تسلمي للراتب؟ ومتى أبدأ في حساب الزكاة؟ تبدأ في حساب الزكاة من استحقاقك للراتب، إذا استحققت الراتب وجبت فيه الزكاة إذا تم عليه الحول من بداية استحقاقه على المستاجر، فهذا هو المطلوب. إلا إذا كان المستاجر مماطلا ولا تدري هل تحصل على حقك منه أو لا تحصل، فهذا يبدأ الحول من قبضك، يبدأ الحول من قبضك لهذا الراتب، إذا مضى عليه حول من قبضه وهو موجود لديك يجب عليك زكاته. نعم. فضيلة الشيخ، تقول السائلة، هل الدرج الداخلي من المسجد يحل للحائض الجلوس فيه لشهود الخير وتعلم العلم؟ نأمل منكم يا شيخ توضيح ذلك. نعم، من المسجد، كل ما هو داخل سور المسجد فهو من المسجد، وما كان خارج السور فهو خارج المسجد، لا يجوز للحائض أن تجلس على الدرج الداخلي في المسجد لأنه من المسجد. نعم. يقول، من أوتر قبل النوم ثم قام قبل الفجر فما المشروع في حقه؟ أنه يصلي ما تيسر له، يكتفي بالوتر الأول، صلي ما تيسر له ولا يكرر الوتر، يكفي الوتر الأول، حديث لا وتران في ليلة. نعم. هذا أبو عبد الله يقول الشيخ، بالنسبة للرجل يقوم بالعمل الصالح لكن يجب أن يتطلع إلى ثناء الناس عليه بعد العمل، هل هذا يقدح في عمله علما بأنه أثناء العمل لم يقصد إلا رضا الله عز وجل؟ نعم، هذا يبطل ثوابه، يبطل ثوابه، هذا هو الرضا.
الرياء. إذا أحب أن الناس يثنون عليه في عمله الصالح هذا هو الرياء، والرياء يبطل الثواب. بالنسبة لصلاة الاستخارة فضيلة الشيخ، إذا هم شخص بأمرين فهل لكل أمر صلاة أو يجزي أن يصلي صلاة واحدة لكلاهما؟ لم يقل أحد أنه إذا تردد بين أمرين أنه يصلي صلاة، يصلي صلاة واحدة ويسأل الله أن يدله على أي الأمرين خير له. جزاكم الله خير. لا يرد القدر إلا الدعاء، هل هذا حديث وما المراد منه؟ نعم هذا حديث، وهو الدعاء من القدر، فالقدر يدفع بالقدر، الدعاء من القدر أيضا، ولهذا قال عمر رضي الله عنه فر من قدر الله إلى قدر الله. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، ماذا يقول هل هذا حديث إن من البيان لا سحرة؟ ما حكم الاختلاط مع الشعراء؟ الشعر نزيهه جيد وطيب وخبيثه خبيث حسب مضمون الشعر. الشعر الذي فيه غزل وفيه هجاء أو فيه مدح كاذب هذا شعر غير طيب، وأما الشعر الذي فيه تحدث بنعمة الله، ثناء على الله عز وجل، فهذا لا بأس به، أو ثناء على الإنسان بما فيه لا بأس بذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يمدح وينشد عنده الشعر في مدحه صلى الله عليه وسلم ويقره، فمدح الإنسان بما فيه لا بأس به ما لم يخشى عليه من العجب، إذا خشي عليه من العجب فلا يجوز. يقول السائل الشيخ، هذا عندنا في منطقتنا يجري على ألسنتهم التساهل بلفظ الطلاق، عليه الطلاق أن يجلس هنا، أو علي الطلاق أن تتعشى معي، ما حكم هذه العبارات وهل يقع الطلاق؟ لا يجوز له أن يتلفظ بالطلاق في غير محله وحاجته، لا يجعله على لسانه، وأما من وقع منه ذلك حصل منه ذلك فليراجع المحكمة الشرعية القريبة منه. أحسن الله إليكم. يقول الشيخ، أعاني من سوء الظن بإخواني وأخواتي وخصوصا معي في البيت وكذلك زملائي في العمل، هل هذا يخل وينقص من إيماني، وما علاج ذلك؟ مأجوري. هذا وسواس، علاجه الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لأن الوسواس من الشيطان، هذا من الوسواس ومن سوء الظن، عليك أن تتجنبه وأن تحسن الظن بإخوانك وبأقاربك، لأن الأصل في المسلم الخير والعدالة. هذا السائل يقول، يا شيخ، نحن مجموعة من الزملاء ومن الشباب استأجرنا استراحة لمدة 5 سنوات واشترينا أثاثا لها، واشترطنا نحن المجموعة على أن من خرج في أثناء المدة فليس له حق في استرجاع ما دفع من أجرة الاستراحة، وليس له حق في استرجاع ملكة الأثاث، فهل يصح هذا الفعل علما بأننا راضون بذلك؟ أما الأجرة العقد لازم في حق الجميع، من رجع ومن لم يرجع، العقد لازم، إذا تنازل باختياري عن شيء من حقه فلا بأس بذلك، وأما الأثاث فلا يجوز أن يصادر من صاحبه إلا برضاه وبإذنه. هذا السائل فضيلة الشيخ يقول، أن نلاحظ من بعض خطباء الجوامع جزاهم الله خيرا بأنهم لا يدعون لإخوانهم المسلمين الذين حلت بهم النكبات والمصائب، هل من كلمة لهم؟ ما هنا خطبة في الغالب، خطبة الثانية في الغالب إلا وفيها دعاء للمسلمين في كل مكان، هذا حاصل والحمد لله. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا يسأل ويقول، بالنسبة للسفر إلى مكة، أنا أحب مكة وأتردد عليها، ولكن هل أعتمر في كل سفرة من سفراتي أم بين الفينة والأخرى؟ أفضل أنك في كل سفر تدخل مكة بعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، لا بأس بذا، بل هذا طيب. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، يا شيخ، هل يسن لمن دخل المسجد أن يسلم سواء كان فيه أحد أم لا؟ لأننا سمعنا أن من دخل المسجد لابد له من السلام على الملائكة. يسلم إذا كان فيه أحد، يرى أحدا فيه يسلم، وأما المسجد خالي فلا وجه للسلام. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا يقول، هل تنصحون بالسماع لبعض الدعاة والوعاظ بالترقيق، ترقيق القلوب وتهذيبها، والاستدلال بالأحاديث حتى ولو كانت ضعيفة؟ نعم، الموعظة مطلوبة وما يرقق القلوب. قال العرباض بن ساري رضي الله عنه، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، ولكن لا يرقق قلوبهم إلا بما جاء في الكتاب والسنة، لا يأتيهم بأشياء غير صحيحة أو
بعضهم يخترع حكايات ليس لها أصل، هذا لا يجوز. ولا حديث الضعيفة إذا لم تبلغ الضعف المتناهي لا بأس أن تورد في الوعظ والتذكير لترقق القلوب. نعم. فضيلة الشيخ، أيضا يقول السائل: وصلني في جوالي عن امرأة يخرج من قبرها نوع من الورد ونوع من الرائحة الطيبة، هذه الصور التي تنقل فضيلة الشيخ عن الموتى في قبورهم وأن هذا القبر لم يسع لهذا الميت، ما رأيكم يا شيخ صالح؟ هذا من آفات الجوالات، يتخذها المخرفون والمرجفون وسيلة لترويع الناس والكذب عليهم، فلا تلتفتوا إلى هذه الأمور. نعم. يا شيخ، إذا صلى المنفرد خلف الصف وجاء شخص ودخل معه في الركعة الثانية، فهل إذا نبه بعد السلام بعدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف هل له أن يعيد الصلاة كلها؟ إذا دخل معه قبل السجود فقد انجبرت فرديته وصاروا اثنين، لا بأس بذلك. أما إذا صلى ركعة كاملة ولم يدخل معه أحد فلا تصح صلاته ولا يجوز لأحد أن يصف معه. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يقول بأنني أقوم ببيع العزائم في الرقية على من يريدها، ما رأيكم في كتابة العزائم وبيعها أيضا؟ ما نعرف ما في ما كتب في هذه العزائم، اليوم الناس يطلبون الدراهم بأي وسيلة ولو بالكذب والخرافات، وربما يكون كلام كفر أو سحر أو شرك، ما ندري عن هذا، التوسع في هذا لا يجوز. نعم. يقول الشيخ: إذا صليت جالسا في صلاة الفريضة فهل يجوز لي أن أسند ظهري على الجدار أو لا يجوز؟ لا، ما يجوز تسند ظهرك على الجدار، لأن هذه راحة استراحة، لا تعتمد على الجدار إلا إذا كنت تحتاج إلى ذلك، إذا كنت تحتاج إلى ذلك لوجع ظهرك فلا بأس بذلك. أما أن تكون معافى ولكنك ما تستطيع القيام في الصلاة وصليت جالسا فلا تعتمد على الجدار. نعم. أبو باسم يقول: شيخ صالح، بعض الناس ليلة تحري هلال رمضان يجتهد في العمل في تلك الليلة قبل أن يعلن دخول الشهر خشية أن تكون من رمضان، فهل فعله صحيح؟ هذا بدعة، يجب له يخصص ليلة بعبادة، لم يرد دليل على ذلك، ولم يرد دليل على أن أول ليلة من رمضان أو ليلة يتحرى فيها الهلال أنه يجتهد فيها بمفردها دون غيرها من الليالي. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية، وشكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.